هنبدأ معاكم جولتنا الرياضية مع ختام بطولة كأس العالم 2022 واللي توج به منتخب الأرجنتين ده بعد فوزه على منتخب فرنسا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية كمان بالتعادل الإيجابي 3-3 في المواجهة القوية اللي اتلعبت امبارح على استاد لوسيل في المباراة النهائية للنسخة رقم 22 من المونديال واللي صادفته قطر. سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الأول لصالح منتخب الأرجنتين عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 23 من المباراة، بعدها سجل الهدف الثاني أنخيل دي ماريا لصالح المنتخب الأرجنتيني في الدقيقة 36 من المباراة، ونجح كيليان مبابي في تسجيل الهدف الأول لصالح منتخب فرنسا عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 80، بعدها رجع وسجل مبابي الهدف الثاني من تسديدة رائعة في الدقيقة 82 من المباراة. ونجح الأسطورة ليونيل ميسي في تسجيل الهدف الثالث لصالح الأرجنتين في الدقيقة 109، ورجع بسرعة كيليان مبابي وسجل الهدف الثالث لمنتخب فرنسا عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 117 من المباراة. شبكة أبطال الإحصائيات أكدت أن ميسي أصبح أول لاعب في تاريخ المونديال ينجح في التسجيل خلال كل مراحل البطولة، المجموعات ثمن النهائي وربع النهائي ونصف النهائي والمباراة النهائية. كمان أكدت الشبكة المتخصصة في أرقام وإحصائيات كرة القدم العالمية أن ليونيل ميسي صاحب الرقم القياسي في معظم المباريات اللي اتلعبت في كأس العالم النسخة 26. ميسي قائد الأرجنتين حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة نهائي كأس العالم 2022 بعد قيادة التانجو للتتويج بالمونديال على حساب فرنسا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2. النجم الفرنسي كيليان مبابي استلم جائزة هداف كأس العالم بعد ما قدر يسجل 8 أهداف خلال مشوار المنتخب الفرنسي في البطولة اللي انطلقت يوم 20 نوفمبر من مشاركة 32 منتخب وانتهت امبارح بتتويج منتخب الأرجنتين على حساب فرنسا. أصبح نجم منتخب فرنسا كيليان مبابي تاني لاعب يسجل هاتريك في تاريخ نهائيات كأس العالم، وده بعد ما سجل هدفه الثالث في مرمى الأرجنتين خلال المباراة اللي جمعته امبارح على استاد لوسيل في المباراة النهائية للنسخة رقم 22 من بطولة كأس العالم. طبعا منذ مهاجم منتخب انجلترا جيو هورست في نهائي 1966 واللي سجل هاتريك في المباراة اللي فازت بها انجلترا بنتيجة 4-2 على ألمانيا الغربية. حصد ثلاثي المنتخب الأرجنتيني على أغلب الجوائز الفردية للمونديال على رأسهم ميسي واللي استلم جائزة أفضل لاعب في المونديال، وكمان إنزو فرنانديز وإميليانو مارتينيز استلموا جوائز أفضل لاعب شاب والحارس الأفضل في نهائيات كأس العالم 2022. هوجو لوريس حارس المنتخب الفرنسي حقق رقم قياسي في تاريخ كأس العالم بعد ما لعب المباراة النهائية لمونديال قطر 2022 قدام الأرجنتين. لوريس أصبح الحارس الأكثر مشاركة في تاريخ المونديال برصيد 20 مباراة وقدر يتخطى الرقم القياسي السابق المسجل باسم الألماني مانويل نوير برصيد 19 مباراة. نسخة مونديال 2022 حطمت الرقم القياسي التهديفي في تاريخ كأس العالم برصيد 172 هدف، وده بعد ما تخطت نسخة 1998 و2014، ووصل عدد أهداف نسخة مونديال قطر 2022 ل 172 هدف بعد السداسية اللي حصلت في نهائي البطولة. كمان نسخة مونديال قطر هي الثالثة اللي اتحسمت بركلات الترجيح بعد نسخة 1994 في الولايات المتحدة الأمريكية بعد الفوز على البرازيل أو فوز البرازيل على إيطاليا بنتيجة 3-2 والتعادل السلبي للمباراة، ونسخة 2006 لصالح إيطاليا على حساب فرنسا بنتيجة 5-3 بعد التعادل الإيجابي 1-1. الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أعلن استمرار جارث ساوثجيت في منصبه كمدرب للمنتخب، ده بعد بطولة أمم أوروبا 2024، وده على الرغم من خروج المنتخب الإنجليزي من ربع نهائي كأس العالم قطر 2022. وبكده انتهت جولتنا الرياضية، هرجع مرة تانية لجمانة ومصطفى علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر.